طيب، الدالة التزايدية والتناقصية، إيش معنى دالة تزايدية وإيش معنى دالة تناقصية؟ يقال أن الدالة f of x تزايدية في الفترة المغلقة من a إلى b إذا كان لكل قيمتين x1 x2 في هذه الفترة، بحيث أن ال x2 أكبر من ال x1، فإن قيمة الدالة عند f x2 أكبر من f of x1، بمعنى كل ما زادت قيم ال x كل ما زادت قيم ال y، لأن طبعا f of x1 f of x2 اللي ممكن نسميها y، فكل ما زاد قيمة ال x كل ما زادت قيمة الدالة، كل ما زادت قيمة الدالة، لذلك تسمى الدالة التزايدية. والعكس إذا كان كل ما زادت قيم ال x يعني x2 أكبر من x1، فإن قيمة الدالة عند ال x2 تكون أقل منها عند ال x1. إذن كل ما زادت قيم ال x قيم ال y وش يصير لها؟ تنقص، وبالتالي تسمى الدالة تناقصية، تسمى الدالة تناقصية. شوف مثلا هنا في هذا الشكل اللي قدامي، طبعا لاحظ أي نقطة على المنحنى لها احداثيين x و y أو x و f of x، فهنا إذا مشينا في هذا الاتجاه كل ما للx تزيد x2 أكبر من x1. ولاحظ لو جينا على منحنى الدالة نلاحظ أن f of x2 أكبر من f of x1، هذه f of x2 هنا وهذه f of x1، ف-f of x2 أكبر من f of x1، فالدالة تتزايد كل ما x راحت، كل ما كبرت x كل ما كبرت قيمة y، فالدالة تتزايد. على عكس هذه الدالة الثانية، لاحظ هنا كل ما زادت قيم x كل ما زادت قيم x وش يصير القيم y اللي هي f of x1 و f of x2، كل ما لهاش تنقص، فكل ما زودت في الاكس في هذا الاتجاه الواي كل ما لها قيمة الواي طبعا هنا وهنا هنا كل ما لها تنقص، أي قيمة الدالة تنقص، فبالتالي الدالة دالة تناقصية، الدالة دالة تناقصية. طبعا هنا لاحظ معي من المحاضرات السابقة جالسين ندرس أشكال سلوك الدالة، يعني شفنا النقاط الحرجة قبل، وبعدين الآن بنشوف الدالة التزايدية والتناقصية، بعد شوي بنشوف التقعر، وبعدها بنشوف القيم العظمى والصغرى، وهذه كلها تطبيقات المشتقة لها تطبيقات في الحياة العملية، يعني كل واحد منكم في تخصصه ممكن يمر عليه مثل هذه المفاهيم لدراسة الدوالة المختلفة اللي تمر عليكم. طيب يقول لك عندنا نظر، طيب كيف نعرف أن الدالة التناقصية والدالة التزايدية في فترة ما؟ يقول لتكن الدالة f of x قابل الاشتقاق في، فإن الدالة f of x تكون تزايدية، تزايدية بهذا الشكل على كل فترة فيها قيمة f dash of x موجبة، يعني الفترات التي تكون فيها قيمة المشتقة موجبة يعني أكبر من الصفر عندها نعرف أن الدالة تزايدية، والفترات التي تكون فيها قيمة المشتقة سالبة تكون الدالة إيش؟ تناقصية. وهذا ممكن يتضح من الشكل التالي، لاحظ حنا عرفنا أن المشتقة تمثل ميل المماس، مشتقة تمثل ميل المماس، فلاحظ معي هنا في الفترة هذه هنا الدالة تزايدية، شوف جالسة تزيد. طيب لاحظ ميل المماس، الخطوط الحمر هذه عبارة عن المماسات لنقط مختلفة على المنحنى، الميل الخط المستقيم إذا كان بهذا الشكل ميله فهو موجب، وإذا كان بهذا الشكل فميله سالب. هذا الميل هنا هو عبارة عن المشتقة، وميل المماس هنا عبارة عن المشتقة، فإذا كان المماس المماسات حقتها شوف بهذا الشكل معناته الدالة طالعة فوق، وكيف نستدل على أنها طالعة فوق؟ كل مماس ميله موجب، إذن عندما تكون الدالة موجبة فالدالة تصاعدية، بينما هنا في الفترة الثانية، الفترة الثانية هذه
لاحظ أن ميل المماس كل مماس لها هنا ميله بهذا الشكل، وبالتالي ميله سالب، وبالتالي ميله سالب، والدالة نازلة تحت. فإذا أستطيع أن أستدل بالمشتقة الأولى على كون الدالة تصاعدية أو تنازلية، لأن المشتقة الأولى تعبر عن ميل المماس، والمماس هو الذي يحدد أو أقدر بواسطته أن أحدد هل الدالة طالعة فوق وبالتالي ممساتها بهذا الشكل، أو نازلة تحت وبالتالي ممساتها بهذا الشكل. طيب يعني هذا الرسم يعطيني شرح للنظرية اللي بنستخدمها. فمثلا يقول لك ابحث فترات تزايد وتناقص الدالة التالية. طبعا الدالة متى تتغير، متى تتغير من تناقصية؟ لاحظ هنا الدالة هذه كانت تزايدية، عند النقطة B أصبحت، بعد النقطة B أصبحت تناقصية، بعد النقطة C أصبحت إيش؟ تزايدية. فهذه النقاط B و C التي تتغير عندها الدالة من تناقصية إلى تزايدية أو العكس، هذه نقاط حرجة، هذه هي النقاط الحرجة، النقاط الحرجة اللي تعرفنا عليها في المحاضرة السابقة. إذن أنا إذا جيت أدرس سلوك الدالة من حيث التزايد والتناقص، فأحتاج أني أحسب المشتقة الأولى علشان أعرف إشارتها وبالتالي أعرف الدالة تزايدية ولا تناقصية، وأيضا أحتاج أحسب المشتقة الأولى عشان أجيب النقاط الحرجة، لأن النقاط الحرجة هي النقاط زي ما عرفنا سابقا، النقاط التي تكون المشتقة عندها صفر أو غير معرفة. فنوجد أولا قيمة المشتقة الأولى للدالة، 2x تكعيب ناقص 6x، مشتقتها عبارة عن 6x تربيع ناقص 6، لا ناقص 6 لأن هنا 6x فناقص 6. طيب أبغى أسويها بالصفر، أبغى أسويها بالصفر. إذا ساويت المشتقة بالصفر، طبعا بساوي هذا المقدار بالصفر هنا، إذا ساوينا هذا المقدار بالصفر أقسم الطرفين على 6، فيصبح عندي x تربيع ناقص 1، يبقى x تربيع ناقص 1 تساوي 0. x تربيع ناقص 1 مربع أو فرق مربعين، فرق مربعين، فمعناته تساوي الأول ناقص الثاني في الأول زائد الثاني، x ناقص 1 في x زائد 1 تساوي 0، عددين حقيقيين حاصل ضربهم يساوي 0، إذن إما الأول يساوي 0 أو الثاني يساوي 0. إذا كان الأول يساوي 0 x ناقص 1 يساوي 0، أودي الواحد في الطرف الثاني فتصبح الإكس بكم؟ بواحد. إذا كان x زائد 1 يساوي 0، أودي الواحد للطرف الثاني بالإشارة السالبة فيصبح الإكس يساوي سالب 1. إذن القيم الحرجة هي 1 وسالب 1، 1 وسالب 1. إذن هنا x ناقص 1 يساوي 0، بودي الواحد هنا وبودي الواحد هنا، أغير إشاراتهم، فبالتالي النقاط الحرجة هي x يساوي 1 و x يساوي سالب 1. طيب لاحظ معي النقاط الحرجة قلنا التي تتغير عندها الدالة قبلها وبعدها، ممكن تتغير من تناقصية إلى تزايدية والعكس، وممكن تبقى كما هي، لكن هي تتغير إما قبل أو بعد النقطة الحرجة. طيب هو يقول ابحث فترات التزايد والتناقص على كامل المجال حق الدالة، والدالة كثيرة حدود، إذا مجالها يساوي كامل الأعداد الحقيقية. إذا أنا أقدر أقسم الأعداد خط مجال الدالة اللي هو عبارة عن خط الأعداد الحقيقية، أقدر أقسمه إلى ثلاث أقسام. قسم الأول من سالب ما لا نهاية إلى سالب واحد، النقطة الحرجة الأولى. القسم الثاني من سالب واحد إلى واحد، النقطة الحرجة الثانية. القسم الثالث من واحد إلى ما لا نهاية. في كل قسم ستكون الدالة إما تزايدية أو تناقصية. طيب كيف أعرف؟ قلنا بواسطة إشارة المشتقة، بواسطة إشارة المشتقة. إذا كانت موجبة في الدالة تزايدية، إذا كانت سالبة في الدالة تناقصية. طيب أنا أجي لهذه الفترات وأخذ أحسن أبسط أعداد بالنسبة لي، أبسط أعداد بالنسبة لي في الحسابات بين السالب واحد والواحد، وش أبسط عدد؟ الصفر. حلو، إذن ممكن نعوض بالصفر في المشتقة هنا في هذا المقدار، سنعوض بالصفر في هذه في المشتقة هنا،
فتصير 6 في 0 ناقص 1، 0 ناقص 1 بسالب 1 في 6 بايش؟ بسالب 6. إذن الإشارة هنا وايش؟ سالب. الإشارة هنا سالبة. طيب من 1 إلى ما لا نهاية أبسط عدد، طبعا أنت ممكن تأخذ 1.00001، ممكن تأخذ 1.1، لكن كل ما أخذت عدد صحيح كل ما كان أحسن لك. فممكن نجرب من الاثنين ونعوض هنا. فإكس 6 إكس تربيع ناقص 1، 2 تربيع، لأنه هو يقول لك إكس تربيع وأنا بعوض على الإكس باثنين. 2 تربيع بكم؟ 4. 6 في 4 في 4 ناقص 1 يعني 6 في كم؟ في 3. 6 في 3، 6 في 3 ب 18 موجب. إذن هنا المشتقة في الفترة الثالثة اللي على اليمين موجب. باقي هذه آخر واحدة هنا، فنختار مثلا إيش أبسط شيء؟ نختار سالب 2. سالب 2 إذا جيت أعوض في قيمة المشتقة هنا إكس تربيع، سالب 2 تربيع برضو بأربعة، برضو بكم؟ بأربعة. 4 ناقص 1 بثلاثة في 6 بـ18، إذن برضو هنا موجبة. إذن هنا إيش موجبة؟ إذن اخترت 3 أعداد من كل فترة، اخترت أعداد عشوائية، 3 أعداد عشوائية من كل فترة، وحسبت قيمة المشتقة. طلعت المشتقة هنا موجبة، هنا سالبة، هنا موجبة. إذن الدالة هنا تزايدية، وهنا وإيش تناقصية، وهنا تزايدية، وهنا تزايدية. إذن يقول لك لتحديد فترات التزايد والتناقص نبحث إشارة المشتقة كما في الجدول التالي. طبعا احنا نبحثها بهذا الشكل، نحط خط الأعداد ونقسم الفترات ونعوض بهذا الأعداد. فلاحظ أن طلع زي ما قلنا قبل شوي، من 1 إلى ما لا نهاية موجبة، من سالب 1 إلى 1 سالبة قيمة المشتقة، من سالب ما لا نهاية سالب 1 موجبة اللي هي قيمة اللي هي إشارة المشتقة. فبالتالي نوع الدالة هنا تزايدية، وهنا تناقصية، وهنا تزايدية. إذن الدالة تزايدية في الفترتين 1 إلى ما لا نهاية وسالب ما لا نهاية إلى سالب 1، وتناقصية في الفترة من سالب